اهلا بكم متابعي ومشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا النهارده واللي هنتناول فيها اخر المستجدات في الشان الفلسطيني وتطورات الاوضاع في غزه. هنتكلم كمان عن موقف مصر التاريخي والثابت عن الدفاع عن القضيه الفلسطينيه، وكذا جهود مصر الدبلوماسيه في التوصل لوقف اطلاق النار واقرار هدنه انسانيه، واستمرار جهود مصر الاغاثيه والانسانيه في دعم الاشقاء في قطاع غزه والتخفيف عنهم. ابقوا معنا وتابعونا. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم مجددا على الحاجة إلى مرور آمن ومستدام وسلس للمساعدات والبعثات الإنسانية عبر قطاع غزة لخدمة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية المنقذة للحياة. نتابع المزيد في التقرير التالي. أوضاع حرجة ومخاطر صحية شديدة يتعرض لها المرضى الفلسطينيون يوما بعد الآخر بسبب تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإغاثية وشاحنات الوقود. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أكد مجددا على الحاجة إلى مرور آمن ومستدام وسلس للمساعدات والبعثات الإنسانية عبر قطاع غزة لخدمة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية المنقذة للحياة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كشف أن منظمة الصحة العالمية وشركائها في مجال العمل الإنساني لم يتمكنوا من إكمال مهمتهم إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة في غزة إلا جزئيا بسبب التأخير الشديد عند نقاط التفتيش واستمرار الأعمال العدائية، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار والامتثال للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والمساعدة الإنسانية للمدنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة سلطت بدورها الضوء على الخسائر الفادحة في الصحة العقلية التي سببتها الأشهر والعقود الأخيرة من العنف للسكان المحاصرين والعاملين في القطاع الطبي. وفي تحذير يشير للمخاطر الصحية التي تلوح في الأفق نتيجة للدخول في فصل الربيع الأكثر دفئاً، أعربت الأونروا عن مخاوف متجددة بشأن سوء إدارة النفايات والأمراض. وفي سياق آخر قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. بدوره أعرب تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في جميع أنحاء الضفة الغربية، لافتاً إلى أنه مع استمرار الحرب في غزة وتصاعد عدم الاستقرار الإقليمي فإن استقرار الضفة الغربية ضروري لإبقاء أفق السلام حيا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. أهلا بحضرتك يا دكتور في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز.
بالأخير يا أستاذ شهندة، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني ما تبعناه منذ أيام ومنذ أسابيع من الصراع الإيراني الإسرائيلي في المنطقة الذي لا يهدى حقيقة، يعني ردود من الجانبين، حتى وإن لم تعلن إسرائيل عن الهجوم الأخير على مدينة أصفهان، ولكن هذا هو من المتوقع. وأيضا وكلاء إيران في المنطقة كما شاهدنا حزب الله والهجوم على قواعد إسرائيلية، ومن ثم ردت إسرائيل على حزب الله في لبنان. هذا التوتر في منطقة الشرق الأوسط الذي حذرت منه القيادة السياسية المصرية الحكيمة منذ اليوم الأول أن ما يحدث في غزة سيلقي بظلاله على المنطقة ككل، وستتحول منطقة الشرق الأوسط لفوهة من النيران. كيف تقرأ المشهد؟ تفضل. يعني زي ما حضرتك أشارتي كده أنه القيادة السياسية المصرية كانت أول من حذر في 7 أكتوبر من تداعيات هذا العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع، والتأكيد على أنه يعني منع تصعيد هذا العدوان بالتأكيد هو السبيل الوحيد لحماية هذه المنطقة وضمان استقرارها، وأنه اتساع رقعة الصراع بالتأكيد أيضا سوف تضع المنطقة كلها على صفيح ساخن، ونحن الآن نعاني من عدم الاستماع للرؤية المصرية وعدم الاستماع إلى التحذير المصري. للأسف الشديد يا أستاذ شهندة، الأطراف المختلفة سواء كانت إسرائيل أو إيران تحاول استثمار ما يحدث في قطاع غزة لتحقيق مصالح ضيقة مرتبطة به، سواء من جانب إيران وهي تنتظر الآن قبض الأثمان زي ما بقول دائما، سواء في صورة بقى تسهيلات البرنامج النووي الإيراني أو صحيح. يعني الكف عن وضعها قيد العقوبات الاقتصادية. إسرائيل من ناحية تانية تحاول استعادة حالة الاصطفاف الغربي بعد أن كانت قد انفضت بعض الشيء حولها، تحاول يعني إراء بالصدع الداخلي يعني في داخل المجتمع الإسرائيلي لاختلاف وجهات النظر حول إدارة الحرب. كلها في النهاية هي فوائد مرتبطة بكل طرف، في حين أنه لم تستفد القضية الفلسطينية ولم يستفد صحيح. سكان القطاع من هذا التصعيد، بل على العكس نحن نتجه نحو مزيد من التصعيد ومزيد من تحقيق المصالح الضيقة لكل طرف. النتيجة هنا الحقيقة أنه لابد أن يستمع الجميع إلى تحذير القيادة السياسية المصرية من أنه الحل الأمثل هو وقف هذا العدوان، ولكن أيضا نفاجأ بأنه مزيد من الصلف ومزيد من التحدي ومزيد من الرفض الإسرائيلي ومزيد من الغرور الإسرائيلي، لدرجة أنه النهاردة بتتداول في الصحافة العبرية الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح بري لرفح. يعني كانت المسألة تراجعت بعض الشيء في الأيام الماضية تحت يعني وطأة التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وثم عادت مرة أخرى إلى الواجهة أنه الحكومة الإسرائيلية ابتدت تشتري يعني الخيام حوالي 40,000 خيمة لنقل النازحين المدنيين، والحديث حول ممر إنساني لإنقاذ بعض النازحين من سكان رفح. ولكن في النهاية كل التأكيدات تشير إلى أنه الموعد قد تحدد بالنسبة للاجتياح البري لرفح، وحتى بيحددوا الفترة الزمنية التي سوف تستغرقها هذه العملية النهاردة. وهذا الحقيقي يعني يا دكتور حسن ما رفضته مصر بشكل قاطع وحذرت منه أنه يمس أمنها القومي بشكل مباشر، اجتياح رفح الفلسطينية. خليني أقول لحضرتك أنه يعني أحد أهم أسباب توقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إتمام هذا الاجتياح ليس التحذيرات الأوروبية أو الأمريكية من كارثة إنسانية، ولكن صحيح. التحذيرات والخط الأحمر الذي وضعته صحيح. الدولة المصرية، لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كما أقول دائما لديها خبرات سابقة مع الدولة المصرية في كل المجالات السياسية والعسكرية والدبلوماسية والقانونية، وهي تعلم جيدا أن الدولة المصرية إذا أرادت فعلت، وإذا حذرت هي بالتأكيد لا يمكن أن يختبر صبرها. هنا يمكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفكر أكثر من مرة قبل الاجتياح البري لرفح، لكن في نفس الوقت الحقيقة يا أستاذ شهندة أنه رفح ليست بعيدة عن العدوان الإسرائيلي، لأنه يتم قصف مناطق بعينها داخل رفح بدعوى تتبع بعض الكتائب اللي تابعة لحركة حماس. صحيح. خلي بال حضرتك أنه كمان الإصرار الإسرائيلي مرده إيه في فكرة دخول رفح، أن هناك ما يتردد حول وجود المحتجزين الإسرائيليين في رفح، في أكثر من 120 واحد يقال أن هم موجودين في رفح. لكن بالتأكيد أيضا
الادعاءات. يعني أنا هذا الأمر يعني طريف للغاية أن تقول إسرائيل أنها لا تعرف أماكن حماس، ولكن نظام لافندر الذي يعمل بتقنية الاي اي أو الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف الفلسطينيين وهم يأكلون الطعام مع أسرهم على طاولات الطعام في بيوتهم لا يستطيع أن يحدد أماكن حماس. إسرائيل لا تريد أن تتعامل إلا مع حماس. شوفي، ما هو ده يكشف لحضرتك إيه؟ يكشف لحضرتك أمرين. أولاً إدمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكذب، صحيح، وإدمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستهلاك الوقت، صحيح، وإطالة أمد الحرب. كلا الأمرين الحقيقة مغبته وخيمة. ليه؟ لأنه نتيجة ده إحنا النهاردة في اليوم 200 تقريبا من العدوان الإسرائيلي، تمام، عندك أكثر من 35 ألف شهيد يسقطون من سكان القطاع، و75 ألف مصاب جرحى ومصابين، يعني تتكلم في حوالي 120 ألف. فما بالك بقى إذا استمر هذا العدوان لأيام قادمة ولأسابيع قادمة ولشهور قادمة. حقيقة أن هناك حروب امتدت لسنوات، إذا تحدثنا عن الحرب الروسية الأوكرانية لم تحصد كل هذه الأرواح يعني مثلما حصدته يعني ما يحدث في قطاع غزة. طبعا بقى أنت أمام كارثة إنسانية بامتياز، يعني لم يشهد التاريخ سابقة في هذا الأمر، خصوصا أنه المسألة ليست حربا. يعني كل من يتحدث حول الحرب في غزة مخطئ، لأنه ما يتم هو عدوان وجريمة إبادة جماعية تمارس على سكان القطاع المدنيين. المسألة ليست حربا بين جيش وجيش آخر، ولكن استهداف لقضية واستهداف لأجيال حتى تطالب بهذه القضية، بدليل أنه الاستهداف للنساء وللأطفال، لأن إسرائيل لا تريد أن تكون هناك أجيال فلسطينية قادمة تطالب بالأرض وتطالب بالقضية وتسعى إلى حل هذه القضية وتسعى إلى بناء دولة فلسطينية. حتى الحلول السياسية التي تقدمها مصر ويعني تقدمها أطراف مختلفة تواجه دائما بالرفض الإسرائيلي والتعنت الإسرائيلي، ثم ترمى حماس أو يرمى الفلسطينيون بالرفض وبتعويق التوصل إلى هدنات أو التوصل إلى حلول سياسية. طب في ظل كل هذا التعنت وفي ظل هذه الإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة التي تفرضها إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني على هؤلاء الفلسطينيين العزل، ما تمارسه مصر الحقيقة من موقف مشرف منذ اليوم الأول واستمرار دخول المساعدات عبر كل المعابر حقيقة، يعني سواء معبر رفح، كرم أبو سالم، العوجة، كل هذه المعابر وتسخير مطار العريش لاستقبال المساعدات من الجانب الغربي أو العربي، كيف ترى في ظل كل هذه الأحداث؟ يعني أنا بتصور أنه مصر يعني الآن في موقف تاريخي مشرف، يعني كما سجل التاريخ على مداره كل المواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية اللي قدمت فيها مصر حتى الدماء دفاعا عن هذه القضية، هي قدمت ما لم يبذله الآخرون. وخلينا نكون موضوعيين، هي قدمت أكثر بكثير، بل قدمت ما لم يقدمه أطراف أخرى. حتى الدماء المصرية امتزجت بالدماء الفلسطينية دفاعا عن هذه القضية. النهاردة لما حضرتك بتنظري من 7 أكتوبر حتى اليوم، هي أحد تجليات هذا الدعم المستدام من الدولة المصرية لقضية ولأصحاب هذه القضية. مصر هي صاحبة القضية مع الفلسطينيين زي ما حضرتك أشرتي كده. إذا خصصنا الأمر بالجانب الإغاثي، الحقيقة يعني حتنظري أنه من 7 أكتوبر حتى الآن معبر رفح مفتوح، لم يغلق يوما واحدا، ورغم هذا الأمر بالضبط، ورغم هذا الادعاءات الإسرائيلية والأكاذيب الإسرائيلية بأن مصر تعوق إدخال المساعدات. إنفاذ المساعدات كان بيتم بالإصرار المصري، إنفاذ المساعدات كان بيتم بالسلع المصرية، يعني 80% ل90% من المساعدات المقدمة هي مساعدات مصرية خالصة. القطاع الأهلي في مصر قدم ملحمة حقيقية لدعم الفلسطينيين من سكان القطاع. عمليات الإنزال الجوي اللي بتتم سواء منفردة بالقوات الجوية المصرية أو بالتعاون مع الإمارات أو الأردن، كلها الحقيقة حلول عبقرية وابتكارية لمساندة الفلسطينيين في التمسك بأرضهم. كل هذه المواقف الحقيقة يسجلها التاريخ من دعم مصر لسكان القطاع في مواجهة عدوان لم نشهد له مثيلا. ورغم هذا صمود الفلسطينيين الحقيقة يمثل ملحمة أخرى، لأنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت تعتقد أنها في لحظة ما تدخل في نزهة سوف تقضي فيها على القطاع بأكمله، ولكن صمود الغزيين من ناحية والردود الحاسمة المصرية الرافضة لتهجير سكان القطاع سواء قصرا أو طوعا، كلها كانت حجر عثرة أمام تنفيذ المخطط الإسرائيلي.
حتى المحاولات الأمريكية الإسرائيلية، وهنا أنا أقصد كلامي تماما الأمريكية الإسرائيلية من خلال الرصيف البحري اللي تم تشييده على ساحل غزة، وكان أحد الأمور التي قد تسمح للغزيين تحت وطأة سياسات الحصار والتجويع أن هم يغادروا أرضهم. صحيح. لم يحقق الغرض منه، لم يحقق الغرض. صحيح. إذن كل ما سعت إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أهداف سواء معلنة أو خفية لم تتحقق حتى الآن قولا واحدا يا أستاذ شاهندة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي هزمت في غزة رغم استمرار العدوان. صحيح بالتأكيد. دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه المعلومات وعلى الانضمام إلى هذه التغطية. قال وزير الخارجية سامح شكري إن مباحثاته مع نظيره الأيرلندي تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وخلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي ميهول مارتن بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد شكري أن العلاقات مع أيرلندا تتسم بالتفاهم المشترك في العديد من القضايا الإقليمية. العلاقات الثنائية مع مصر وأتاحت الزيارة واتصالاتنا الهاتفية خلال الفترة الماضية التأكيد على الاهتمام المشترك بدعم العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا وثقافيا على أرضية ثابتة من العلاقة الممتدة بين البلدين والشعبين اللي اتسمت دائما بالصداقة والمودة والتفاهم المشترك حول الكثير من القضايا خاصة القضايا الإقليمية. كما أكد شكري أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والعمل على التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية ومنع تصفيتها لكسر دوائر العنف والصراع في المنطقة. تحدثنا بالتأكيد بشكل مسهب فيما يتعلق بتطورات الحرب في غزة، ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، توفير المساعدات الإنسانية، العمل على منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال الدفع نحو النزوح، ولكن أيضا بأن يتم التوصل إلى حل دائم ليكسر دوائر العنف والصراع بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. لا نرى بديل لحل هذا الوضع والصراع إلا من خلال حل الدولتين، ونعمل على تنفيذ هذا الحل وليس مجرد التعبير اللفظي عن تأييده. لدينا رصيد طويل من المفاوضات التي تمت، معرفة لدى المجتمع الدولي بأطر التوصل إلى حل الدولتين بما يحقق السلام والاستقرار والأمن للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، ولكن حتى الآن لا تتوفر الإرادة السياسية الكافية من خلال ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين الإسرائيليين برفض احتضان هذا الحل. مشاهدينا الكرام فصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد إلى هذه التغطية المستمرة على شاشة إكسترا نيوز والتي نناقش فيها كل ما يحدث في قطاع غزة، حيث أكد شكري أن معبر رفح يعمل بصفة مستمرة ولم يغلق من الجانب المصري منذ بدء الأزمة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن دخول المساعدات الإنسانية لم يصل بعد إلى الحد الذي يلبي حاجة القطاع. معبر رفح يعمل بصفة مستمرة منذ 7 أكتوبر، لم يتوقف إلا يوم أو يومين تعرض فيهم للقصف العسكري، فيما عدا ذلك نستمر في جهودنا من خلال منظمات الأمم المتحدة والاتصالات مع إسرائيل لتوفير أكبر قدر من المساعدات للقطاع
للوفاء باحتياجاته. بالتأكيد أننا لم نصل بعد إلى الكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني. ثمن وزير خارجية أيرلندا دور مصر في تسهيل إخراج رعايا من قطاع غزة، مؤكدا أن هناك عراقيل وقيود كبيرة على وصول المساعدات الإنسانية لغزة رغم التحذير من وقوع كارثة إنسانية ومجاعة بالقطاع. أشكركم على كل أنواع المساعدات التي منحتموها لأيرلندا فيما يتعلق بتسهيل الخروج لمواطنين للخروج من غزة. وزارتكم والسادة الكادر المسؤول في وزارة الخارجية بالفعل دعمنا كثيرا في إخراج رعايا أيرلندا من غزة. أظن أن لا زال هناك أكثر من 40 مواطن وهم قلقون، ونحن نرغب في أن نساعدهم في أن يخرجوا من غزة. إذن نحن نثمن هذا الجهد الدؤوب الذي بذلتموه لصالح أيرلندا، لأن هذا ساعدنا كثيرا. النقطة الثانية، وبشأن الجبهة الإنسانية، فإن هناك تخوف كبير فيما يتعلق بالموقف في غزة. فنزور معبر رفح اليوم وحتى نتعرف على موقف منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، حتى نتعرف على التحديات والعراقيل والقيود في قطاع غزة، وكذلك عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى معبر غزة والقيود والعراقيل الموجودة من العديد من وكالات المساعدات الإنسانية والتي شهدوها وأعربوا عن أن هناك كارثة إنسانية في القطاع. هناك نسبة 100% من الشعب الفلسطيني في غزة يلاقون شبح المجاعة وشبح تضور الجوع. لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية. يا دكتور، أنا برحب بك في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك أستاذة شاهندة، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني إذا أخذت من الخبر الأخير وتأكيد وزير خارجية أيرلندا اليوم في المؤتمر الصحفي في وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية على أن مصر ساهمت في إخراج رعايا أيرلندا والكثير من الرعايا للدول الغربية بجانب دورها الدبلوماسي المشرف بعقد يعني مؤتمر السلام والقيادة السياسية التي تستقبل كل يوم يعني مسؤولين مهمين ورؤساء دول كبار في الرئاسة المصرية لإيجاد حل لهذه الأزمة ولشرح ما يحدث عن قرب ودور مصر الحقيقي الكبير في هذه القضية، كيف قرأته؟ تفضل. يعني بالتأكيد مصر لها دور مهم ودور مؤثر في هذه الأزمة ومنذ بدايتها حقيقة وعلى مختلف المستويات، يعني سواء على المستويات الدبلوماسية أو مستوى السياسي أو مستوى الإنساني أو المستوى القانوني. مصر بتؤكد على الثوابت الخاصة بالموقف المصري، وهي رفض تهجير الفلسطينيين، أيضا الإفراج عن الأسرى وتبادلهم، إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة المحاصر، واللي بيتبع ضده سياسة التجويع الحقيقة، ودي من جرائم الحرب بالمناسبة. إذا 2.5 مليون من الأشقاء الفلسطينيين محاصرين في قطاع غزة، تفرض عليهم سياسة التجويع، سياسة الحصار، القصف المستمر للمدنيين العزل واللي طال كل شيء حقيقي، يعني سواء مدارس، المستشفيات، دور العبادة، حتى الموظفين الدوليين والصحفيين والإعلاميين. صحيح. الكل يتعرض لهذه الأخطار واللي بتهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو حق الحياة. والغريب أو يعني المفارقة أن المجتمع الدولي والدول يعني اللي بتعلن أنها دول ديمقراطية لم تتحرك التحرك الفعال حتى الآن، والذي يتناسب مع جسامة ما يحدث من تداعيات في غزة ومن تهديد. إنما يعني احنا نقدر لو احنا بنتكلم عن الموقف المصري، إن مصر بذلت كل ما في وسعها
من أجل تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، سواء من خلال معبر رفح واللي ظل يعني مفتوح على الدوام ولم يتم إيقافه من الجانب المصري في أي وقت من الأوقات، إضافة إلى مصر عملت أيضا على تقديم مساعدات إنسانية من خلال سلاح الجو المصري وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والدول الصديقة. إذن كل دي جهود بتبذلها مصر حقيقة في الجوانب المختلفة، إضافة أيضا إلى استقبال مصر والمستشفيات المصرية لأعداد كبيرة من الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين بيتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. بالتأكيد أيضا هناك الجانب السياسي واللي مصر بتؤكد عليه دايما، وهو ضرورة حل هذه الأزمة من خلال إيجاد حل سياسي، واللي بيتمثل في تحقيق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية وفق المقررات الشرعية الدولية. طب يعني دكتور إكرام، كيف تتابع كل التوتر الذي يحدث في منطقة الشرق الأوسط والذي بالتأكيد يعني سيلقي بظلاله على التعنت الإسرائيلي أو عدم تحقيق هدنة حقيقية حتى الآن على الأرض؟ يعني آخر هدنة كانت برعاية مصر وقطر ورعاية أمريكية، ومن ثم لم نشهد هدنة بعد هذا التاريخ حتى في شهر رمضان في عيد الفطر المبارك، واستمرار تجويع هذا الشعب الأعزل يعني، وأيضا استهداف المنظمات الإغاثية ويعني موظفي الإغاثة الذين كانوا يعملون على يعني تقديم الوجبات لهذا الشعب تم استهدافهم هم أيضا. كيف تقرأ المشهد السياسي يعني، وإلى أين نتجه بكل هذا التوتر؟ فعلا يعني في جهود عديدة وحثيثة بذلت من جانب مصر ومن جانب دول عربية ودول صديقة من أجل التوصل إلى هدنة، وأن تكون هذه الهدنة طويلة الأمد. يعني كان في فترات سابقة، إنما يعني في تحرك، ولكن هذه التحركات بتجد يعني نقول ما يشبه الحائط المسدود من الجانب الإسرائيلي ومن جانب الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهي حكومة يمينية متشددة. الخطورة هنا أن هذا الأمر يكون له تداعيات ليس فقط على طرفي النزاع، يعني ليس فقط على إسرائيل والفلسطينيين، وإنما يكون له تداعياته الخطيرة أيضا على المنطقة بأكمله، وربما بيطرح أثاره على العالم ككل. احنا شفنا في الفترة الماضية الأحداث التي وقعت في البحر الأحمر، تهديد الملاحة والتجارة الدولية، انعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي. شفنا أن الولايات المتحدة قامت بتوجيه ضربات لليمن ضد الحوثيين وضد فئات وجماعات بتؤيدها إيران في سوريا والعراق، والحوثيين كانوا بيقوموا بالرد. شفنا أيضا في الفترة القريبة الماضية التوتر الذي حدث بين إسرائيل وإيران، صحيح، وفي يعني هجمات متبادلة، ودي الخطورة الحقيقية. هذا النزاع إذا لم يحل فإنها تداعياته ستكون خطيرة على المنطقة بأكملها، ويمكن أيضا أن ينعكس على العالم ككل، وده ربما اللي حذرت منه القيادة السياسية المصرية ومنذ بداية هذه الأزمة. من ضرورة احتواء هذا الصراع وإيجاد مخرج له، وأن المخرج يكون مخرج سياسي من خلال إقامة الدولة الفلسطينية بهدف نزع فتيل هذه الأزمة، واللي بتتكرر الحقيقة على فترات متقاربة، وربما كانت هذه المرة أكثرها حدة، أكثرها خطورة، أكثرها عنفا، ولكنها بتتكرر. إذن الحل هنا هو الحل السياسي واللي أعلنته مصر، وهو حصول الأشقاء الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم على المناطق التي احتلت في 67، وأن تكون العاصمة القدس الشرق. صحيح يعني دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه الإضافات وعلى الانضمام إلى هذه التغطية.
أدانت الخارجية الأردنية استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في باحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأكدت الوزارة في بيان لها استنكارها لهذه الجرائم والتي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله، مشددة على ضرورة وقف الحرب المستمرة على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. ولليوم المائتين يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسكانه المدنيين العزل، مما خلف الآلاف من المآسي والضحايا البشرية والمادية. المزيد في التقرير التالي نتابع. مئتا يوم من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تمر ولا شيء يتغير، سوى مزيد من اليتامى والثكلى والأرامل ومزيد من التشريد والجوع، وآلة قتل لا تشبع من حصد الموت وزرع الخراب في أرض فلسطين المحتلة. مئتا يوم تمر وعداد الضحايا من الفلسطينيين يواصل الارتفاع حتى بلغ أكثر من 100,000 شهيد وجريح، فيما لا يزال تحت الركام آلاف آخرون لا تستطيع طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم. صارت غزة مدينة أطلال يعيش أهلها في خيام ويأكلون من خشاش الأرض بعد أن عاث فيها المحتل تدميرا وأطبق عليها بالحصار برا وجوا وبحرا، وضرب بالقرارات الأممية والقوانين الإنسانية عرض الحائط، ووضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، حتى باتت المجاعة في القطاع حقيقة لا مفر منها. 200 يوم تحرك العرب وفي القلب منهم مصر من أجل وقف العدوان، فاحتضنت القاهرة مؤتمرا للسلام ووقفت بكل قوة ترفض تهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وفتحت أبوابها من أجل استقبال وتوصيل المساعدات لأهالي غزة، وسعت بكل قوة لوقف إطلاق النار من خلال المفاوضات التي احتضنتها من أجل إقرار الهدن الإنسانية. مئتا يوم تمر والعالم ما زال يلوك مصطلحات القضية الفلسطينية والسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط دون تحرك يذكر، فأحبط الفيتو داخل أروقة مجلس الأمن كل تحرك جاد لوقف العدوان إلا من قرار وحيد لم يرى النور، ما دفع عددا من الدول لمقاضاة المحتل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ولكن شيئاً لم يتغير. المحتل يواصل سفك دماء الفلسطينيين ويرتكب الموبقات ليل نهار على مرأى ومسمع من العالم الذي يمصمص الشفاء وهو يرى الجرائم الإنسانية ترتكب جهاراً، مكتفياً بالتنديد طرة والإدانة طرة أخرى دون اتخاذ فعل ملموس يحمي الفلسطينيين من بطش الاحتلال. 200 يوم والعدوان على غزة تتسع رقعته في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة بالأزمات، رغم التحذيرات الدولية المتكررة من خطورة تداعيات الأمر، ولا أحد يسعى لنزع فتيل الأزمة وإنهاء حالة الوقوف على حافة الهوية التي يعيش فيها سكان الأقليم المضطرب. فكم يوما آخر يحتاج العالم لتتوقف الحرب وتنتهي المأساة؟
وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. برحب بحضرتك يا دكتور على شاشة إكسترا نيوز في هذه التغطيه. أهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني كيف تتابع كل التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط من هجمات يعني إيرانية على إسرائيل والعكس من إسرائيل وإن لم تعلن عنها على مدينة أصفهان، وأيضا وكلاء إيران في المنطقة يعني حزب الله وهجماته على إسرائيل ومن ثم الرد الإسرائيلي على حزب الله في لبنان، وهذا التوتر الكبير الذي حذرت منه القيادة السياسية منذ اليوم الأول بأن الحرب في غزة ستلقي بظلالها على هذه المنطقة برمتها وأيضا تأثيره على ما يحدث في القطاع وكيفية إيجاده. نتفضل. هو طبعا بالتأكيد كل ما تشاهدينه في الإقليم هو نتيجة حرب غزة بالأساس. استهدادات حرب غزة يعني ضمت وشملت الأطراف الإقليمية، ربما تكون إيران وإسرائيل في الواجهة لأننا ننتقل بصراع من الوكلاء الإقليميين والفواعل من غير الدول، الحركات الموجودة في الإقليم، جهاد حماس، استقلال، جهاد حوثية، وفواعد من غير الدول لأنها بتنافس الدول في أداء دورها ولا تعرف مفهوم حدود الدولة الوطنية التي تم التركيز عليها من قبل من خلال الطرح المصري المباشر وطرح السياسة الرئيس في هذا السياق. اليوم ارتدادات حرب غزة بتعلن عن نفسها في إطار المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، وبصرف النظر عن توصيفها يعني التوصيفها أنها أعمال جادة أو غير جادة، منضبطة أو غير منضبطة، أنها وصلت إلى كل طرف، في النهاية نحن نتعامل مع واقع يتشكل في الإقليم. سببه الرئيسي هو الجرائم الإسرائيلية في الإقليم. إسرائيل دولة مأزومة وحاولت خلال فترة يعني المجاهدة العسكرية في قطاع غزة يعني التعامل مع أزمتها بمنطق خارجي، يعني لا تصدقي أن هناك استقرار كبير في إسرائيل بعيد عن الحكومة الحالية أو مكونات الائتلاف. أنت أمام دولة مأزومة سياسيا وعسكريا واستراتيجيا، وبالتالي تحاول الآن مراجعة مواقفها وتوجهاتها سواء بإلقاء الاتهامات من هنا وهناك لدول الجوار، محاولة الدور المصري، محاولة للتنصل من أي التزامات سواء كان بالنسبة لمسار التفاوض والتهدئة. هذا لا يعني بطبيعة الحال عدم وجود مسؤولية دولية عما جرى، يعني الولايات المتحدة شريك مباشر فيما يجري، الولايات المتحدة شريك تضامني، لا يمكن أن نعفي الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة لأنها هي من تدعي إسرائيل بالسلاح. سبق أن وقعت اتفاقيات في إطار الحوار الاستراتيجي بين واشنطن والقاهرة منحت إسرائيل ثلاث صفقات تحت بنود فيدرالية للطوارئ الخاصة بالعملية العسكرية، وبالتالي نحن الآن أمام واقع يتشكل. الولايات المتحدة لديها معايير مزدوجة. اليوم أعلنت الولايات المتحدة تقرير حقوق الإنسان وتكتشف أنه لم تدل إسرائيل في هذا، وخرج بلينكن العالم يقول على المعايير المزدوجة برغم كل الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيل في عمق القطاع. هذه الدولة المأزومة لن تستقر واقع سياسي أو استراتيجي في إطار حرب غزة. الخطط الشيطانية التي بدأتها إسرائيل في عمق القطاع وتأسيم القطاع بصورة كبيرة بدأته بصورة أخرى، لكنها تستهدف ترتيبات أمنية أخرى في الإقليم. هناك بطبيعة الحال دعم أمريكي، دعم غربي، دعم للتأكيد على أمن إسرائيل. يعني حتى حالة التظاهرات في العواصم الأوروبية ينظرون للقضية الفلسطينية أنها قضية إنسانية وليست قضية سياسية، وبالتالي تبقى القاهرة في هذا الإطار وحدها في الإقليم تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ربما تكون شهادتنا مجروحة، لكن المؤكد أنه طوال الشهور الماضية لولا الموقف المصري وصلابة الموقف المصري وتأكيده على الثوابت وتأكيده بضرورة حل الدولتين وضرورة المضي في مسار طويل للتهدئة والهدنة وإتمام مراحل الإجراءات بناء الثقة ودخول الأطراف الأخرى، لولا هذا لكان بالفعل تم تصفية القضية الفلسطينية. القاهرة منذ اليوم الأول حذرت من الإجراءات الإسرائيلية من جانب واحد، والخطة الخاصة بإجراء عمليات التنصفير والترحيل والتهجير والتسليم خارج الأراضي الفلسطينية. نتحدث هنا عن القطاع ونتحدث عن المخطط الموازي له في الضفة الغربية، فكرة الوطن البديل الفلسطيني. وبالتالي أعتقد أنه هذا هو الموقف اليوم بعد 200 يوم. طبعا التقييمات العسكرية والسياسية تشير إلى أن أمام دولة
تنتهج الإرهاب والعنف والتطرف في التعامل مع المشهد الراهن، وهو إرهاب ممنهج وإرهاب دولة بالكامل. طب كيف تتابع يعني يا دكتور فهمي ازدواجية المعايير التي تمارسها أمريكا أو دول الغرب بأنها يعني ترى لا تدعم إسرائيل، ويعني هناك أخبار عن يعني سوء العلاقات بين الجانبين وأن إسرائيل يجب أن تتوقف عن هذه الحرب لوجود انتخابات أمريكية قريبة، وتارة أخرى تدعمها بكل عنف وبكل يعني العتاد والسلاح بعد الضربات الإيرانية، وأيضا أمريكا استخدمت حق الفيتو مؤخرا، يعني كيف تشاهد هذه ازدواجية المعايير؟ أيضا في بعض الصحف مثل نيويورك تايمز يعني تعليمات للصحفيين لعدم استخدام التطهير العرقي والإبادة الجماعية وهذه المصطلحات. تفضل. يعني سيدتي لا تتوقفي أمام هذه الأمور طبعا بتحليل أعمق، وليس خلافات جوهرية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة. كما أشرت موضوع دعم إسرائيل مسؤولية أمريكية ليبرالية تعددية ديمقراطية خاصة بنموذج التحالف الأمريكي الإسرائيلي وتحالف هيكل استراتيجي مفصلي. الخلافات قد تبدو لحضرتك وللجمهور والرأي العام أنها خلافات حقيقية، هذا غير صحيح. الدارسين للنظم الفيدرالية الأمريكية والعلاقات مع إسرائيل علاقات مفصلية استراكشر العلاقة، وبالتالي القضية ليست خلافات بين نتنياهو وبين بايدن، إنما في مؤسسات تضبط العلاقة حضرتك في هذا الإطار، تضبط العلاقة بين الطرفين وهي تضبطها في إطار الحفاظ على المصالح الإسرائيلية الأمريكية. لهذا حضرتك تتوقفي أمام الخلافات، هي خلافات شكلية، يعني لا يوجد خلاف أمريكي إسرائيلي حضرتك حول التعامل مع مسألة رفح، لا يوجد خلاف بشأن الترتيبات الأمنية الجارية في القطاع، لا توجد خلافات شكلية أو جوهرية بشأن التعامل مع السلطة الفلسطينية. في ثوابت حضرتك في نمط ومسار واتجاه العلاقات. أنت صحيح. أمام كما أشرت حضرتك، أنت أمام دولة مأزومة، هناك حالة أزمة هيكلية، هناك حالة من عدم الاستقرار الداخلي، هناك حالة انكسار في المجتمع الإسرائيلي، هناك استقالات بدأت منذ ساعات قليلة لرئيس ضابط الاستخبارات العسكرية أمان، وستتتالى الاستقالات متتالية. صحيح. المجتمع مأزوم بأكمله، وبالتالي هم يسعوا إلى تصدير هذه الأمور إلى خارج إسرائيل، التعامل خارج النطاق الإسرائيلي، وأظن أن نحن منتبهين بصورة جيدة لما يجري. أعتقد مصر يعني أقوى طرف عربي، وهي الحائط الصلب أمام كل هذه الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، ليس في القطاع كما أشرت لحضرتك في الضفة وفي الإقليم، فأنت أمام يعني استراتيجية كاملة، حائط صلب أمام ما يجري إسرائيل، وبالتالي طبيعي أن تقوم إسرائيل باستهداف الدولة المصرية وتعود و تروج للأفكار والمزاعم الخاصة بهذا الإطار، وهي مزاعم بطبيعة الحال تحتاج إلى مراجعة، يعني محاولة لإعادة تدبير الأفكار والخيارات التي سبق أن طرحتها إسرائيل في مراحل معينة. الآن لماذا استهداف الدولة المصرية؟ أنا في تقديري لأنه مصر هي حائط الصد، مصر هي الدولة العربية. صحيح، يعني بحيادية شديدة يا دكتور طارق، مصر هي الدولة التي تلعب دور مشرف حقيقة منذ اليوم الأول لهذه الحرب على غزة، ومنذ عقود طبعا، يعني تاريخ مصر معروف في هذه القضية. دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا على مساهمتك ومشاركتك في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز، والتي ناقشنا فيها كل ما يحدث في الداخل الفلسطيني وكل ما يحيط بمنطقة الشرق الأوسط. كنت معكم فيها أنا شهد عبد الرحيم، دمتم في أمان الله.